السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. أكد حارس نادي تيرو الفرنسي بأنه قادر على حمل ألوان الجزائر، كما أن قراره جاء بعد تفكير معمق، وسيكون ذلك على حساب فرنسا، حيث أن الحارس ريان بوعلاق من مواليد 19 أوت عام 1999، وعمره حاليا 22 سنة تقريبا، وطوله 190 سنتيمترا. وقد مثل المنتخب الفرنسي سابقا لأقل من 18 سنة، حيث أن اللاعب قد بدأ في الظهور هذه الأيام وبدأ يخطف الأضواء عندما بصم على العديد من المباريات المهمة والتصديات القوية. وقد تخرج ريان بوعلاق من أكاديمية نادي سانتيتيان عام 2018 بعدما انضم لها سنة 2013، والتحق بعدها بنادي ستاد ريمز، ثم استقر في نادي تيروا الناشط حاليا في الليغ آ. كما أن أصول هذا الحارس الجزائري من الجزائر العاصمة، ويعد من الحراس الجزائريين القلائل الذين تكونوا في أوروبا. والجدير بالاهتمام هو أن ريان بوعلاق قد صرح سابقا في إحدى مقابلاته الصحفية بأنه لن يمانع من تمثيل منتخب الجزائر حتى ولو كان هذا مع الشباب. ومن هنا أكدت بعض المصادر الإعلامية القريبة جدا من الاتحادية الجزائرية بأنه قد تواصل مع هذا اللاعب لتجريب إمكانيته في المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة. لهذا نتمنى له التوفيق في مشواره الكروي، وأن يكون خير خليفة لرئيس وهاب مبولحي. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.